السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد من فيديو القناة ديالنا سولو اس في تي، اخر فيديو في السلسلة ديال نظريات سوسيولوجيا التربية، او في السلسلة ديال سوسيولوجيا التربية. اخر نظرية غادي نهضروا عليها هي النظرية ديال التيار اللامدرسي. يعني كاينين واحد العلماء، واحد الباحثين كيناديو بان المدرسة ما كتساعدش على التحرر ديال الفرد، ما كتش فإن ولكن يعني كتخليه يكون طبع، كيخضع لواحد الايديولوجيا، كيخضع، وبالتالي هنا الفرد خصو يتعلم من داخله الى اخره. دونك غادي نشوفوا مجمل الافكار ديال هذه المدرسة. الوغ، هذا التيار اللامدرسي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني عدة كتابات تعنى بنقد النظم التعليمية، وتعود هذه الانتقادات لغير واحد من التربويين والمفكرين والفلاسفة بحل باولو فيريري في الكتاب ديالو تربية المقهورين، أو إيفان إيليتش في كتابه الأساسي مجتمع بلا مدارس. هنا دينا فكره على هاد جوج الناس اللي هما من رواد ديال التيار اللامدرسي، واللي كيرفضوا المدرسه وكيدعموا خطاب ما بعد المدرسه، او الدعوه الى تجاوزها وموتها، واللي كيستند مبدئيا على بعض المؤسسات، يعني المسلمات الاساسيه اللي بغينا نقول. اذا بخلاصه ديال هاد المرحله الاولى من هاد الفيديو، هو ان التيار اللامدرسي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين، وبانت عدة كتب، عدة يعني بانت عدة كتابات أو لا يعني انتقادات، الهم ديالها هو تقديم الانتقاد إلى النظام التعليمي أو الأنظمة التعليمية. وماشي غير واحد ولا جوج، فكاينين يعني عدد كبير من المفكرين والتربويين والفلاسفة بحال باولو فيريري وبحال يعني إيفان إيليتش، اللي اشتغلوا بزاف على هاد في هاد المدرسة ولا في هاد التيار اللامدرسي. ناخدينا إيفان إيليتش في الكتاب ديالو مجتمع بلا مدرسة، فكنت عنده واحد المجموعة من الأفكار. تكلم على التعليم الإلزامي، وكيقول فيه بأن التعليم الإلزامي ما هو إلا مظهر من مظاهر الاعتداء على الحرية الفردية. بمعنى تيقول لك بأن هذا الولد فاش كيمشي يتفيق في الصباح ويمشي للمدرسة ويرجع عاوتاني مع 12 ويمشي مثلا مع الجوج إلى آخره، كان نموذج مثلا عند المغرب، فهو اعتداء على حريته الفردية. بمعنى شنو؟ بمعنى ممكن تخليه يتعلم في الزنقة، والذي يحمل في عمقه روحا تسلطية. بمعنى شنو؟ بمعنى كيكبر في واحد القمع، خصو يقرا، خصو يدير، خصو يخضع لواحد الايديولوجيا الى اخره. اذ كيف يجبر الطفل على الجلوس في مكان واحد كل يوم وليست ساعات متواصلة، أو يتخللها استراحة لبرهة وجيزة، وبعدها يتم العودة إلى مقاعد الدراسة. مفهوم؟ بحال اللي تيقول لك، بحال هنا كتلزم على شي حد شي حاجة شي بها. بالنسبة للمفهوم الثاني عند هاد التيار ديال أو هاد التيار اللامدرسي أو إيفانيتش، كيقول بأن المدرسة لا تحقق الهدف المرجو منها ولا تخدم القيمة التي من المفترض أن تخدمها. يعني كيقول لك بشكل، كيقول لك المدرسة ما كديرش داكشي اللي خصها دير واللي هي التعليم، وبإزاء ذلك فإن محاولة الجادة لتحصيل العلم والمعرفة خارج إطار المدرسة أو خارج المنظومة الرسمية للتعليم لا تحظى بالقبول من قبل الحكومة ولا بالاهتمام من قبل المجتمع. بمعنى كيقول لك أن هذوك الناس اللي كيتعلموا خارج المدرسة، اللي كيقراو خارج المدرسة، اللي كيتفقهوا خارج المدرسة، داك الشيء ديالهم، ديك القراية اللي قراو وداك التفكير اللي عندهم ما بغاهش الدولة وما بغاهش الحكومة وما بغيهش المجتمع. الفكرة الثالثة اللي كيجي بها إيفانيتش، كيقول كيتكلم على المحافظة على قيم الاستهلاك. بمعنى أن فاش كندخلوا الدري المدرسة وكذا، نعيدوا إنتاج مستهلكون فقط ليس إلا. يعني شنو كيقول؟ كيقصد في الكتاب ديالو بأنه يقوم نظام المدارس الحالي على مبادئ الامتيازات الهرمية، ذلك أن الذي يقضي زمنا الأطول في المدارس ويحصل على شهاداتها يتبوأ مكانا أرقى. يعني اللي قرا بزاف هو اللي شنو، هو اللي كتكون عنده مكانة اجتماعية راقية. كذلك هنا تكلم على أن النظم التعليمية
انتقد النظم التعليمية وأشار إلى أن الزيادة في عدد المدارس هي فوق عدد الطلاب اللازم انتظامهم في هذه المدارس، ويزعم إليش أن هذه الملاحظة شبه الملاحظة شبه العالمية، يعني على مستوى العالم يمكن ضبطها وإدراكها بشكل جيد، وهي دلالة صارحة لتحول المدرسة من دورها الوظيفي المتمثل في مؤسسة القيمة لكي تصبح مشروع ربحيا قائما على مبدأ تسليع القيمة. مفهوم؟ هنا كيهضر ربما يشير إلى كثرة المدارس، بمعنى كنفرضوا على الإنسان، على البشر، على الطفل الصغير مجرد ما كيتزاد أنه يدخل المدرسة في أي مكان في أي بقعة من بقاع العالم، وبالتالي هنايا كيولي واحد لهت، ما كيبقاش تحويل المدرسة، يعني ما تيبقاش الدور الوظيفي ديال المدرسة إعطاء قيمة ويعني مؤسسة القيمة، يعني هذيك القيمة تتولي مجرد سلعة يتم العمل على تطبيع او تكييف التلاميذ معها او تطبيع التلاميذ او لم تعمل تمدرس الوجود، يقصد به بدلا من ان يكون الوجود ساحة فسيحة يتعرف فيها الانسان على معاني الحب والصداقة والجمال والوفاء والمسؤولية، تحل المدرسة اذا بحال كيقول لك عوض انني يكون المجال مفتوح باش الناس يتعرفوا على الدلالات والمعنى ديال الحب والصداقة خارج المؤسسة، فاش كتجي المؤسسة كتعرف الإنسان على هذه القيمة بدوره يحصر ويحدد التجربة الإنسانية في مكان واحد، بما أن يعني شنو كيولي التجربة الإنسان كامل في مكان واحد وهي المدرسة، وبالتالي كيولي عندهم كاملين الناس كاملين كاين عندهم تصور واحد وكتولي عندهم تجربة واحدة. كذلك باولو فيريري واللي عنده كتاب ديال بيداغوجي دي زوبريمي او بيان تعليم المقهورين، من اهم الاشياء اللي جا بها المصطلح ديال التعليم البنكي، غادي نحاول نفهموه. حسب فيريري هو عملية احادية يكون فيها المعلم هو صاحب المعلومة، مفهوم؟ الاوحد، يعني غير هو اللي عنده لانفورماسيون، فيودع أو عقل تلاميذه المعلومات بشكل تلقيني كما يودع الناس حساب. إذا هنا على سنه التعليم البنكي، لأن هاد باولو فيريري كيشوف بأن الأستاذ فقط هو اللي عنده المعرفة وكيعطي للتلميذ، كيعطي للتلميذ، كيشحن التلميذ بشكل تلقيني، كيلقنه بحالاش بحال شي واحد مشى للبنكة وحط بها الفلوس، مفهوم؟ من بعد غيجي يسول عليها، وهذا هو التقويم، حتى أجل مسمى وهو أجل الامتحانات، هذا هو التقويم الذي يتبخر بعدها كل شيء، بمعنى غير كيفوت الامتحان هذيك المعارف والمهارات داكشي ما تبقى عندها تقييم. ثم يعبر فريري عن هذا التعليم بكونه تعليما غير إنساني بامتياز، يعني لا تراعى فيه الجوانب الإنسانية، فهو يضع الإنسان تحت القهر والمقهور. هنا القهر دونك يعني فاش كنقولوا القهر يعني كاين ما يمارس القهر، المقهور هو التلميذ والقاهر هو الأستاذ إلى آخره. مرة تحت القهر مرة حين يعلمه ما يريد، دونك فاش كيعلمو الأستاذ داك الشيء اللي بغى بالطريقة اللي بغى وليس ما يريده التلميذ بالطريقة التي يريد، ومرة أخرى حين يغرس في ذهنه أن التمرد على هذه المنظومة لا يكون إلا باستبدال دور القاهر والمقهور. فمثلا قد يريد الطالب أن يكون معلما لا لأجل العلم نفسه، ولكن لأجل أن يمارس القهر الذي مورس عليه، بمعنى شي واحد كيبغي يولي أستاذ علاش؟ لأن كان قرا هو عند واحد الأستاذ ومارس عليه القهر، وبالتالي كتنتقل هذه الرغبة من عند المدرس اللي كان كيقهر التلاميذ للتلاميذ اللي غيوليو أساتذة واللي باش يقهروا تلاميذ آخرين. في طرق التعليم البنكي السائدة تقاس كفاءة الأستاذ بقدرته على ما، دونك هنا هذا الشيء يعني ربما ما كان في السابق ولكن ماشي هو الواقع الحالي. في السابق في التعليم البنكي كان سائد هو الأستاذ
الكفاءة ديال الأستاذ تقاس بقدرته على ملء عنقه التلاميذ بأكبر قدر من العنوان، بما كل ما كان الأستاذ كيقدر يشحن التلاميذ بأكبر عدد من المعلومات، في حين تقاس كفاءة التلميذ وقدرته في تخزين أكبر عدد منها. ومن مميزات المضطهد المستعمر عند باولو فيريري في مجتمع القرن الحالي تقليده لمضطهده هو تحقيره لنفسه. بمعنى أشنو؟ بمعنى فاش كيتمارس الاضطهاد كاين مضطهد وكاين مضطهد، وهذاك المضطهد كيحقر من راسو وكيضطهد نفسه. كيفاش؟ فاش هو هادشي اللي كيقصد فاش كيقول الاستاذ يلقن بحال شي واحد حط الفلوس في البنك. اذا الاستاذ الكفء هو اللي غيلقن بزاف المعلومات للتلاميذ، والتلميذ الكفء هو اللي غياخد اكبر عدد من المعلومات من عند هذاك الاستاذ. وهنا التلميذ بالنسبه لباولو فيريري فاش كيدير هذه العمليه، التلميذ يحقر نفسه عندما يكبر ياخذ اكبر عدد من المعلومات. كما يؤكد باولو فيريري على انه لا يوجد تعليم محايد اما للقهر او للتحرير، فهو اما للقهر او اما للتحرير. عجيب شو شيء ما هاد الشيء هذا زوين، كيعطينا واحد مجموعه من الافكار اللي ان السوسيولوجيا صراحه لا بد منها باش نقراو او باش نفهموا الميدان التربوي. اذا حد لهنا كتكون سالت السلسله ديال السوسيولوجيا التربويه التربيه. الى بانت لي شي بارتي اللي مازال خاصها تزاد غادي نزيدها، ولكن كونوا اكيدين ان تقريبا في الربعة ولا خمسة الفيديوهات ديال السوسيولوجيا التربوية عطيتكم الخلاصة، عطيتكم كل ما يمكن ان تراه في السوسيولوجيا او ان تحتاجها. تكلمنا بشكل كبير على النظريات، كل نظرية وشكون الرواد ديالها وشنو الافكار والمفاهيم ديالها، هادشي اللي غتركزوا عليه. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلسلة اللي غتكون جاية ان شاء الله هي سيرورة النمو او للنمو عند بياجي، عند اريكسون وعند فريد. اذا حد لهنا كيسالي هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.